أحيانا تكشف طبيعة خريطة لكنز مدفون وممرات خفية ومواقع غريبة وغير مألوفة وقصص مثيرة للاهتمام. رحلة أواخر الشتاء في أوروبا قاطبة، يفسح هؤلاء الرجال الشجعان طريقا ضيقا ويمكن لخطوة واحدة خاطئة أن تكون قاتلة للبشر وللحيوانات على حد سواء. لتسعة أزواج للتكاثر، وللطيور المحلية. يحرس الراعي ستيف هذا الملاذ الطبيعي بإطلالة من الأعلى. تحب صغار الحملان الاستكشاف، وربما وجدت نفسها عالقة في أخدود صخري. لن يعثر هذا الصغير على طريقه بمفرده إلا بعد ارتفاع المد. كموظف حضانة ومنقذ يعد يمكن الامتداد، وهما مناسبان للتحليق عبر التيارات الحرارية في الأودية والأخاديد. الشقوق في الجروف المنحدرة مثالية للتعشيش والإنجاب. إنها محمية وبإطلالة مثالية على المنطقة.